تظبط جنبها رزق وجنبها الجابوني فرانك ستيفن وجنبها شديد وعلاء، وعلاء يقف ورزق شاط جول جول. وقلت لك هل تكون التالتة تابتة؟ وبالفعل تتشاط وتخبط ويسجل الهدف التعادل في وقت مهم جدا 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 لطارق يحيى. قلت لك اهو، لان كله هيطير خبطت وغارت اتجاهها وغابت السقان دي تصعب الدنيا جدا جدا على عبد المنصف لما تغير اتجاهها تسديده محمد رزق.